حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. تجريم حزب البعث ضمن المقررات الدراسية، تذكير للأجيال الجديدة وقطع الطريق أمام محاولات إعادة التدوير. زيارة الأربعين، مشاهد الاستعداد واستنفار الإمكانات مع اقتراب دخول الخطة حيز التنفيذ. إذن مشاهدينا، على امتداد السنوات التي عقبت الإطاحة بالحزب المباد، كانت هناك محاولات على قدم وساق لتبييض صفحة هذا التشكيل الدموي الذي عاث في الأرض فسادا ودمر البلاد والعباد، ولم تفلح أي من هذه المحاولات في إعادة تدوير المخلفات. جرائم الإبادة الاجتماعية أو الجماعية التي ارتكبها نظام صدام حتما لا تسقط بالتقادم في الزمن ولا توارى في عتمة التاريخ، فسجله الإجرامي حافل بأبشع حوادث القتل والتنكيل. ولقطع هذه المناورات التي تحاول العزف على وتر الأمجاد، أدرجت جرائم البعث ضمن المقررات الدراسية لطلبة الجامعات والكليات لتعريف الجيل الجديد بماضي حزب البعث الدموي الذي لا تتسع له القواميس. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فإن حرارة الصيف التي تجاوزت نصف درجة الغليان لم تكن حجر عثرة على طريق إكمال مشاهد الاستعداد لزيارة الأربعين، والتي بدت حاضرة على مختلف المستويات. استنفار عال لمختلف القطاعات لتأمين هذه الشعيرة المليونية المقدسة، فعلى امتداد الطرق والمنافذ الرسمية التي يسلكها القاصدون لكربلاء، تبذل الجهات الرسمية والشعبية إجراءات مضاعفة لإعطاء هذه الفعالية الاجتماعية الدينية مكانتها وبما يليق بدور هذه المناسبة. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام، عضو مفوضية حقوق الإنسان الأسبق دكتورة سلامة الخفاجي. أهلا بك دكتورة، ضيفة كريمة، وأيضا الترحيب بأستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور صالح الشذر. أهلا بك يا دكتور صالح. أهلا وسهلا. نبدأ معك يا دكتورة، قضية تسييس في الجامعات واستعمال الجامعات واستغلالها أو استثمارها من أجل القيام بأعمال حزبية وسياسية في الكثير من الجامعات في الكثير من البلدان، تمنع هذا الموضوع في الجامعات. العراق طالما كانت الجامعات مسيسة من قبل حزب البعث وقبل حزب البعث، بعثيين وشيعيين وغير أحزاب دينية وغير دينية، حاليا الجامعات إلى أي درجة هناك محاولات لتسييسها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، ونتكلم بصراحة مثل ما حضرتك ذكرت أنه سابقا كانت الكليات يعني مسيسة الجامعات، وأنا يعني كطالبة وكتدريسية في الجامعة لمدة 21 سنة عانينا من هذا الشيء. يعني كان دائما يتحرك علينا زملائنا الطلاب من المنتمين إلى حزب البعث يحاولون أن يستقطبونه، وأيضا حتى من أصبح التدريسية في الجامعة كان هنالك نوع من الممانعة أنه أنت إذا أنت مو حزبي فأنت ما تقدر تأخذ دراسات عليا خارج العراق. فلذلك اضطرينا إحنا غير البعثين أن ندرس دراسات عليا داخل العراق وليس خارج العراق. فهي كانت المشاكل اللي عانيناها. بعد سقوط النظام لاحظنا أن هنالك أيضا كانت هنالك محاولة لتسييس الجامعات، لكن النظام الجديد حاول يمنع هذا الموضوع. هي في البداية كانت هناك محاولة، ولكن حقيقة كان هنالك صرامة في منع هذا الشيء.
يعني منع تأسيس الجامعات وتشكيل يعني مثل ما يقول الاتحاد لطلبة، كان هنالك يعني ممانعة أو رفض لهذا التأسيس، إلى أن وصلنا إلى أنه الآن أصبحت الجامعات أماكن يعني نسميها بالإنجليزي نيوترال، هي متعادلة، أنه أنت جاي طالب تريد تدرس تأخذ علم هذه تتعلم في الجامعات تقوم في بعض النشاطات المعينة، ولكن أن تكون هذه النشاطات مالتك بعيدة عن التسييس أو التحزب. هذه يعني هذا يختلف عن ما موجود في بعض المؤسسات الدولة. نشوف إنه بعض مؤسسات الدولة إنه هنالك تأثير لبعض الأشخاص أو لبعض الكتل أو بعض الأحزاب، ولكن حقيقة في موضوع التدريس داخل الجامعة والطلبة هذا الموضوع نقول تقريبا انتهى. بأن يكون هنالك تسييس للجامعات لكتل معينة أو لأحزاب معينة أو جهات معينة، حقيقة طيب. هذا انتهى. رحب بك مرة أخرى دكتور صالح. قبل كان هناك سيطرة كبيرة من حزب البعث على الجامعات من قبل تدريسيين، إدارات ورئاسات وعمادات هذه الكليات والجامعات، وأيضا من الطلبة باتحاد الطلبة والتنظيمات الحزبية البعثية وغيرها. ما بعد سقوط نظام صدام أيضا كان هناك نفوذ في يعني باعتبار إذا كان استبعاد مساءلة وعدالة واستبعاد البعثين وغيرهم لتدريسين وإدارات الجامعات والكليات، أكو طلبة ما حد يقدر يستبعدهم بقوا موجودين وأيضا صاروا موظفين وتدريسين بالجامعات. إلى أي درجة نفوذ البعث ما زال موجود في الجامعات؟ نعم، أولا تحية لك ولمشاهديك الكرام ولضيفتك العزيزة الدكتورة سلام الخفاجي. بالتأكيد حزب البعث هو حزب قومي عابر للحدود وعابر للجغرافيا، ولديه يعني قيادة قومية وقيادات قطرية. انتهى في العراق، انتهت القيادة القطرية في العراق، ولكن في باقي الدول العربية ما زال أعتقد في 8 دول عربية موجود ويعمل بصورة كبيرة جدا، وهنالك امتدادات داخل وخارج العراق لهذا الحزب. وإذن هو الفكر من الصعب بمكان حقيقة تغيير الفكر، ولكن تحتاج إلى عمل حثيث لإيجاد أفكار إيجابية حتى يقارن الشعب بما موجود وبالتالي هو الذي يحكم. هذا لم يحصل للأسف ما بعد عام 2003، كنا نتمنى ذلك. نعود إلى سؤالك المهم جدا وهو تسييس الجامعات. بالفعل يعني التسييس كان يبدأ حقيقة مراحل متقدمة في زمن البعث، يبدي من الطلائع ومن ثم الفتوة ومن ثم الشباب، ثم يصل الشاب إلى الجامعة، اتحادات أيضا، وهذه الاتحادات ترتبط أيضا بقيادات شبابية وتصل إلى القيادة القطرية ومن ثم القيادة القومية. إذن هي سلسلة من حقيقة الاتصالات الحزبية والأمنية والاستخباراتية، وبالتالي يأتي الأستاذ مثل ما تفضلت الدكتورة هو متحزبا ويحصل على المنصب من خلال الترتيب الحزبي والعلاقات الحزبية، وبالتالي تكون الإدارات سواء كان إدارات الجامعات أو عمادة الكليات هي بيد البحثيين الذين حقا ولائهم مطلق 100% لصالح النظام السابق. الآن أعتقد أنه أيضا الأحزاب عندما أصبحت تتقاسم الكحكة مثل ما يعني هم يسموها على لسان السياسيين الجدد، بالتالي أيضا يعني وزارة التعليم العالي هي خاضعة للمحاصصة، ومن يصل إلى هذه قد يكون يعني بعض الوزارة لديهم نظرة يعني بهذا، ولكن هنالك ضغط كبير حتى على الوزير، حتى على الوزير الحالي. نعم. الرجل يعمل ولكن هنالك ضغوطات كبيرة من قبل الحزب الذي أتى به، وبالتالي تغيير حقيقة رؤساء الجامعات وتغيير عمداء الكليات هو جانب حزبي معمول به 90%، ولكن أعتقد هذا الفكر يتوقف فقط على الجانب الإداري. أما بالنسبة للأستاذ لا أحد يستطيع أن يدخل مع الأستاذ إلى المحاضرة وأن يملي عليه الأفكار، لا أعتقد أن الأساتذة لديهم حقيقة أفكارهم الوطنية، وبالتالي يعطون المادة كما هي بعيد عن التدخلات أو التنظرات. قضية الأفكار مهمة أرجع لك عليها نفصل بها شوية أكثر، لكن دكتورة سلامة القرار وزارة التعليم العالي بإدخال مادة تجريم حزب البعث، شنو المناسبة حتى تستحدث هذه المادة؟ أكو شيء صار بالجامعات؟ أستاذي العزيز، إحنا يعني الآن مرت 20 سنة على سقوط نظام صدام حسين، صحيح؟ وهذه 20 سنة يعني أنه بعض الشباب اللي ولدوا عام 2003 الآن صار عمره 20 سنة، هذا الشباب ذولي ما عاشوا فترة البعث والجرائم التي ارتكبها. وحتى اللي هم مواليد 2000
أو النهاية أو نهاية التسعينات لم يعيشوا هذه الجرائم. الهدف الأساسي من التعريف بجرائم حزب البعث هو اللي احنا نقول انه دروس مستقاة، هاي واحدة. اثنين، لكي لا يكون هنالك إعادة للزمن. دائما احنا نقول هنالك سنن تأريخية، اذا حدثت مقدمات معينة ستؤدي الى نتائج معينة. لماذا حدث هذا الطغيان والتسلط من حزب البعث والذي تحول الى البعث الصدامي؟ خلينا نكون صريحين، احنا في الفتره يعني السنين الاخيره هو كان ليس حزبا بعث، حزب البعث، ولكن صدام. نعم، صدام حسين وعائلته اللي هم مجموعه من الطغاة المستولين على ثروات البلد وعلى مقدراته وممتلكاته، ومجموعه من المنتفعين، شخصيات منتفعة من هذا النظام انتفعت به وأعطت الولاء الكامل لهذا الشخص وعائلته لكي يكونوا هم في سدة الحكم ولكي ينتفع هؤلاء من مناصب أو من موارد أخرى. يعني إحنا مثلا تطلع مناطق معينة، هذه المنطقة كلها ما كانت إلا منطقة، هذه المنطقة كلها كانت مدري كم دونم، هاي السبعاوي، هذه من كم دونم بالتختة، هذه بتعمة بتمعر، هذول كلهم كانوا منتفعين من وإضافة إلى هذه الشخصيات السياسية اللي كانت هي مثلا الوزراء أو المدراء العامين أو القيادات الحزبية والفرقية وما إلى ذلك، هي شخصيات منتفعة من المركز السلطة اللي هي تمتعت به. إضافة إلى هذا كان حزب بعد أو يعني نظام البعث أو نظام صدام حسين كان يدرس الحالة النفسية للأشخاص. أنت شوف إحنا يعني هذا الشخص قابل أنه يجذبه ويجعل جزء من هذا النظام الوحشي المتوحش، خلينا نقول. يعني أنت ما كان يمارس ضد ما كان يمارس ضد السجناء أو يعني في داخل السجون من عمليات تعذيب وقمع، هذا يعني الشخص هو، أنا أتذكر أحد الأشخاص كان يقول إنه اللي يعذبنا يعلقني يقول ويلزم التوثية ويفر بيها، يقول أظهر يا المهدي وصفيها. يعني هذا هو عنده معلومات أساسية عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ولكن في داخل نفسه هناك نفس وما سواها فألهمها فجورها، برز الفجور على التقوى. فلذلك كان نظام البعث يستثمر هذا الفجور الموجود في أنفس هذه الأشخاص ويبرزها ويستفاد من عنده. فلذلك احنا الآن نقول من حينما جاءت الجامعات التعليم وزارة التعليم العالي، أنا أعتقد يجب أن نبدأ احنا بالمدارس بالمتوسطة نضع هذا المنهاج، مثل ما احنا نقول أنه جرائم المغول أو جرائم بعض الأتراك أو غيرها من الجرائم التي ارتكبتها السلاجقة وغيرها من الفترات الحقب، يجب أن نضع حزب البعث كحقبة تاريخية في التاريخ العراقي الحديث. بهذه الحقبة ماذا ندرس؟ أنا هنا أريد أعلم العراقي أو أوضح للعراقي بأنه أنا ما أريدك تحمل حقد، إحنا ما نريد نركض على الحقد، أنا أريد أنه الاستفادة من العملية التحليل، أنا يتعلم أنه يحلل لماذا وصلنا إلى هذا النظام، وصل النظام إلى هذه الدرجة من الطغيان، لماذا قام بهذه الجرائم، من ساعده على ارتكاب هذه الجرائم. فأني بهالحالة أنه حيتعلم الإنسان يعرف أدى عملية تحليلية للتاريخ الذي مرت به البلاد لكي يلاحظ أن لا يكون هنالك عودة. طيب، لهذه الأنظمة. هنا يتعلق يعني كما ذكرت الدكتورة، يمكن دكتور صالح، بقضية المواجهة الفكرية. يمكن أكو إجراءات مباشرة من قبل الدولة، وزارة التعليم والجامعات وإداراتها لمكافحة وجود بعثي أو غيرها من الإجراءات، لكن ماذا عن النشاط الفكري اللي تحاول بعض الجهات بثه حاليا، سواء جهات داخلية أو خارجية، إشاعة أفكار، الحديث عن أمجاد مثلا سابقة للنظام المقبور وغيرها، تصوير بعض الجرائم على أنها أمجاد، دكتور صالح؟ نعم، بالتأكيد هذه بروباغاندا سلبية تطغى على المجتمع بالتقاط بعض الأخطاء من النظام الحالي السياسي الحالي ما بعد 2003، ومن ثم توظيفها في خدمة حقيقة أجندات للحزب السابق وهو الحزب البعث المنحال بقرار، سواء كان هذا القرار
من بريمر الحاكم المدني ومن ثم جرم من قبل مجلس النواب العراقي، وبالتالي أصبح من المحظور التعامل مع هكذا حزب. لذلك أعتقد أنه نحتاج إلى تنشئة سياسية وطنية لا سيما في الجانب في جانب الجامعات. هذه التنشئة بعيد عن حقيقة بعيد مثل ما تفضل الدكتورة بعيد عن الأحقاد، ولكن لا يجب أن تكون هناك أفكار بديلة. هذه الأفكار نستطيع أن نصل بها إلى مقاربات إيجابية لعقل الشاب الذي يأتي إلى الجامعة، وبالتالي من الممكن أن يقارن الإيجاب بالسلب، وأعتقد أنه هذا يحتاج إلى أساتذة أيضا متخصصين في هذا الموضوع، ويحتاج إلى مادة حقيقة فكرية حقيقية، ونحتاج أيضا أن تكون الجامعات والمادة في الجامعات ليس فقط مادة علمية بحتة، ولكن يجب أن يكون معها أفكار حقيقة قريبة سواء كانت أدبية تاريخية مثل ما تفضلت الدكتورة، حتى رياضية حتى تكون قريبة من الشاب، وبالتالي يبتعد عن المنغصات الفكرية السلبية التي قد تؤثر في مسيره، من الممكن أن ينحرف ويذهب باتجاه آخر. وحقيقة نحن عانينا من أفكار داعش، وهو نوع من الأفكار المتطرفة التي طفت على المجتمع العراقي، وبالتالي أيضا هي أفكار كانت سلبية واستقطبت الشباب الحقيقة الغير واعي، وبالتالي أنا أعتقد أنه نستطيع أن نفعل ذلك، ولكن أيضا نحتاج إلى من صانع القرار العراقي السياسي العراقي الحالة سيما في مجال التربية والتعليم أن يكون هناك تنسيق بين وزارة التربية ووزارة التعليم. قضية التربية أيضا يعني تعتقد أنه المقررات الدراسية بحاجة أيضا عند وزارة التربية أن تدخل بها هكذا مواد التربية بالنسبة للمراحل الإعدادية؟ أيضا هذا شاب بمرحلة مراهقة ومعرض للكثير من الأفكار دكتور. نعم، نحتاج من المتوسطة والإعدادية ومن ثم الوصول إلى الجامعة، يعني أن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، عندما يتعلم حقيقة الطالب وهو في فترة المتوسطة ومن ثم الإعدادية لأفكار وطنية بعيدة عن التحزبات. حتى حقيقة أنا أريد الطالب وأريد المواطن العراقي الذي يأتي الشاب الذي يقود مستقبلا أن لا تكون لديه أفكار لأي أجندة حزبية، وبالتالي فقط للعراق، حتى نستطيع أن نمضي بالاتجاه الإيجابي لبناء الدولة. وبالتالي من الممكن أن تكون لك مناهج حقيقة مناهج إيجابية بعيد عن المنغصات الفكرية، وبالتالي نستطيع أن يكون هناك تعاون، حتى يعني حتى في فترة الروضة من الممكن أن يكون الطالب على سبيل المثال الأناشيد الوطنية، الأناشيد حقيقة الدينية الوطنية التي حقيقة ترتقي بها العقل والذهن الفكري للطالب، ومن ثم يستوعب حقيقة ما يتلى عليه في المستقبل إلى أن يصل إلى الجامعة، ومن ثم يأتي حقيقة إلى الحرم الجامعي، وهو أن يكون لديه جانب وحقيقة حماية فكرية على الأقل فد 20% حتى يستطيع أن يصل إلى 50%، ومن ثم عندما يتخرج يكون وصل إلى 70%، بالتالي نصل إلى حقيقة بر الأمان في الجانب الإيجابي لصالح الشاب العراقي في قيادة البلد. نعم دكتورة سلامة، الجيل الجديد جيل تقنيات وتواصل اجتماعي وانترنت ومنفتح على العالم الذي أصبح قرية صغيرة، تعتقدين هذا الجيل ممكن حمايته من هذه الأفكار البعثية وغيرها بمادة دراسية؟ هي هنا طبعا حضرتك ذكرت نقطة كلش مهمة، أنه أنا الآن يعني ما ذكر أيضا جناب الدكتور صالح، أنه إحنا عندي أنا أكوش عندي إعلام، أكو عندي طريقة محاولة ترويج وبث دعاء يعني بث معلومات أو مواد إلى الفرد. حضرتك ذكرت إنه الإعلام الآن موجود، إحنا أنا عندي الإعلام له دور كبير جدا، التكرار للموضوع المعين يخلي الإنسان ينتبه له وينجذب إليه، فالآن التكرار محاولة إثارة تمجيد ذلك النظام أو محاولة إظهار أن هنالك خلل في هذا في النظام الحالي في نظام الحكم الحالي، وذكر السلبيات ومحاولة الترويج إلى إيجابيات ذلك النظام. هذا الشاب اللي في الوقت الحاضر ذكرنا اللي هو صار عمره هسه 20 سنة أو صار 18 سنة أو 14، هو لم يعش حقبة النظام السابق، فلذلك أنت تحتاج أنه مثل ما ذكرنا بأنه يكون عندي أنا فترة
أن أذكر إلى هذا الشاب هذه الجرائم، ولكن بطريقة أنه مو تكون هي تولد لصدمة نفسية. أنا ما أريد أعرضه إلى صدمة نفسية، أراوي التعذيب والطريقة تعذيب السجون، أنا أذكر لياها وأذكر للمقابر الجماعية بشكل هي تكون يعني ذات أثر سلبي نفسي. ولكن أنا عندي مثلا من صارت محاكمة أزلام النظام السابق، إحنا عندنا طلع قانون المحكمة الجنائية العراقية. هذه المحكمة الجنائية العراقية تولت محاكمة أزلام النظام السابق. إذا صار عندي نوع من التعديل القانوني أو الإجراءات القانونية اللي استطاعت أن تحاسب ذلك النظام، صار عندي تعديل من نوع من القوانين، بعض القوانين لكي نستطيع أن نصدق. هذا من جانب القانوني. من جانب الآخر أنا عندي من جانب الفكري الآن يجب عندي مثلا في بعض الدروس العلوم السياسية تبدي المدارس الكليات انه تبدي تدرس هذا الموضوع. شلون انا كعلوم سياسيه استطيع ما استطيع، يجب ان لا اصل الى نتيجه بان انا يكون عندي الحاكم ديكتاتور وصل الى ان يقوم ما قام بابناء شعبه. مثلا عندي نجي انه عندي المسرح والفن، كيف يجب ان يذكر هذه الجرائم بشكل بحيث انه ما اريد اني اولد صدمه نفسيه، ولكن اولد مناعه، أبني مناعة وحصن عند الفرد العراقي ضد هذه الهجمة التي تحاول أن تعيد نفسها بشكل. أنا أعيد وأكرر أقولها أنه أزلام النظام اللي بقوا فلول النظام صدام اللي هم اللي لهم علاقة بالعراق، احنا نعرف كل زين أكو مجموعة في عمان وأكو مجموعة في أمريكا، الآن يشتغلون على أساس هم حزب البعث تدعو، هي مجموعة من المتطلعين إلى النفوذ وإلى السلطة، ليس لهم فكرا ولا أبد ولا هذا الشيء، هذا ما موجود. أنا من أشرح هذا للشاب بس أشرح ليها بطريقة أراوي أنه هذول أبعادهم هي شن هي. فأنا من إجيت إحنا نقفزنا للجامعة، إحنا كنا 20 سنة صار لنا، إحنا قفزنا للجامعة الآن نريد نوضح هذا الشيء للطلبة. أنا من أوضحها إلا هي أوضح ليها كسنن تاريخية، أوضح ليها كتحليل تاريخي لما حدث في العراق لكي يعرف. لكن قضايا التحليل مثل هاي بحاجة إلى الجيل عنده نوع من الثقافة ومستوى مرتفع نوعا ما من الثقافة حتى يقدر يفتهم. التدريس عندي يكون هو عنده قدرة قابلية على أن يحلل هذه ويضربط لهم إياه. إحنا أنا أتذكر يعني أنه أكو بعض في بعض الجامعات أو في بعض المدارس حتى في مثلا في الدول الأفريقية من اللي مروا بموضوع أنه شو اسمه القمع والظلم، وبعدين أجت بعد ما انشال الاحتلال من عندهم أجى رأسا أكو ديمقراطية، صارت عندهم مذابح ومقاتل فيما بينهم. هذه درسوها تاريخيا وشافوا انه شنو السلبيات والايجابيات. انا ايضا الان من ادرسها سنن تاريخيه انه انا كل حادث هذا اكو كل فعل اكو رده فعل مستقبلا. فانت يا شاب هذا حيساعدني انه انا ما اريد يحفظ لي بس تعريف المقبره الجماعيه ويعرف لي جريمه حلبشة، ما اريد يعرف لي هذا راح يعتمد على اذن الشخص اللي راح يدرس هاي الماده للطلاب كيف راح يوصلها الشخص. اولا الماده التعليميه، وثاني شيء طريقه التدريس. فاحنا نريد طريقه التدريس. انا ما اريد يطلع طالب مالتي يدرخ، اريد لا يفتهم الماده ويحللها. ما اريد تكون نسبه النجاح بها لازم انا ياخذ لي 75 او هذه، لا انا عندي تكون عندي الاساسيه انه ايش حيقدم لي بها، ايش حيستوعب الطالب مالتي من معلومه بحيث ان يقدر هذا تحصنه ويقدر أن يرصد الخطأ الموجود في المجتمع. دكتور صالح، منذ بداية التاريخ حرب الأفكار، حرب الأيديولوجيات موجودة منذ بدأ البشر يفكر واشتغل عند الديالكتيك والجدل وغيرها. بالنسبة يعني خصوصا الجيل الجديد حاليا، حرب الأفكار كيف راح يواجهها هذا الجيل ويتعامل معها ويتعاطى معها؟ خصوصا حرب الأفكار أو الأيديولوجيات من تكون غير مباشرة، يمكن بالعقود الماضية شهدنا حرب الأفكار والأيديولوجيات ما بين مثلا الاتحاد السوفيتي الجانب والمعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي. حزب البعث أيضا اشتغل على هذا الموضوع، والكثير من الحكومات العربية وغيرها. حرب أفكار غير مباشرة، أفلام كرتون، سينما، تلفزيون، إعلام، مسرح، ثقافة والفن، كله كان يشتغل بأفكار غير مباشرة. تعتقد أنه النظام الجديد في العراق هامل هذا الموضوع مما فسح مجال لإعادة بعض أو محاولات إعادة بعض الأفكار البعثية أو أفكار متطرفة وغيرها؟ نعم، سؤال مهم جدا. أنا قبل قليل ذكرت قضية أغنية
أو النشيد حاليا الشاب يسمعها مجرد يسمع أغنية وطنية يقول لك شنو أنت بعثي رجعتنا الأيام زمان. نعم لا لا بالتأكيد موضوع النشيد وموضوع حقا الأغنية الوطنية موضوع مهم جدا يترسخ في عقل الشاب وبالتالي يذهب معه. يعني نحن لحد الآن الجيل نحفظ النشيد الوطني يعني تلقائيا وبالتالي هو فتشي ترسخ جانب وطني لدى أي مواطن عراقي سابق. إذن أنا أعتقد أنه حرب الأفكار واللي قصد عليه هنالك فرق بين الأفكار الأيديولوجية التي تأخذ الطابع السياسي بين الدول وحرب الأفكار التي تصدر كبروبوغاندا إلى الشعوب وهذا أخطر. بالتالي إحنا شعبنا يستقبل والنظام السياسي ما بعد عام 2003 يعني يطلق عليه مثل ما يطلق عليه قال الشاعر أماه أحضان الفساد تشدني قالت بنية لقد ولدت مبعثرة. النظام السياسي ولد مبعثر وبالتالي لم يستطع لملمة أوراقه لفترة طويلة جدا أعتقد قد يكون آخر 5 سنوات يعني حاول أن يجد لنفسه طريق ولكن أعتقد أنه لحد الآن ما زال يسير بخطى بطيئة جدا وبالتالي من الممكن أن تتأثر أو تأثرت الشباب كثيرا بالأفكار الغربية وتواصل التواصل الاجتماعي وبالتالي من الممكن حقيقة أن تكون هناك كوارث اجتماعية مستقبلا إذا ما كانت. أنا أتمنى حقيقة أن تحجب الكثير من المواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي أنا من المؤيدين لذلك حتى نستطيع أن نحصر الشباب لا سيما فترة الدراسة خاصة فترة الامتحانات المتوسطة والإعدادية وبالتالي حتى تكون لدينا طلبة حقيقيين. وأعتقد أنه الآن مخرجاتنا عندما تأتي المخرجات من التربية إلى التعليم صدقني هنالك طالب طيب. لا يستطيع حتى حقا يعرف القراءة والكتابة وبالتالي يصل الجامعة ماذا طيب. تعطيه حتى يفهم هذا وبالتالي هي مشكلة كبيرة وندور في حلقة مفردة. نعم أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية دكتور صالح الشذر كنت ضيفا كريما شكرا لك وشكر جزيلا لكم عضو مفوضية حقوق الإنسان الأسباق دكتورة سلامة الخفاجي كنت ضيفة كريمة شرفتينا دكتورة. ومشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه زيارة الأربعين مشاهد الاستعداد واستنفار الإمكانات مع اقتراب دخول الخطة حيز التنفيذ. اهلا وسهلا بكم مره اخرى مشاهدينا ونسال الله ان يعظم لنا ولكم الاجر والثواب ان شاء الله. وملفنا الثاني سيتحدث عن زياره الأربعين الاستعدادات المبكره لهذه الزياره من مختلف الجهات امنيه وخدميه وقياده العمليات المشتركه وغيرها ومختلف الجهات التي تحمل مسؤوليه انجاح هذه الزياره وتقديم الخدمه للزائرين زائرين من الداخل ومن الخارج واللي نتوقع في هذه السنة راح تكون أعداد جدا كبيرة. وكما ذكر معالي السيد وزير الداخلية أنها خطة هذه الزيارة ستكون مختلفة عن الزيارات والسنوات السابقة. والحديث أكثر عن تفاصيل الزيارة وهذه الخطط الاستباقية نرحب سوية بضيوفنا المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة سيادة اللواء الطيار تحسين الخفاجي. أهلا بكم سيادة اللواء. أهلا وسهلا بكم وتحية لكم ولمشاهدي قناة الأيام. حياك الله. أيضا الترحيب بنائب محافظ واسطة سينضم معنا بعد قليل عبر سكايب السيد رشيد البديري أهلا به. وأبدأ معكم سيادة اللواء خطة زيارة الأربعين كما مقررة تكون مختلفة هل دخلت حيز التنفيذ متى تدخل شنو تفاصيل؟ مرة أخرى تحية لك أستاذ بشار ولمشاهدي قناة الأيام. والحقيقة من خلال قناتكم الكريمة أحب أن أؤكد بأن الخطة بدأت منذ قبل شهر محرم ولكن الخطة كانت على مراحل. المرحلة الأولى 10 الأوائل من شهر محرم والمرحلة الثانية هي زيارة أربعينيات الإمام الحسين عليه السلام. طبعا هذه الخطة تشمل
شقين، الشق العملياتي والشق الخدمي. وكل خطة الحقيقة لها محاورها ولها إمكانياتها وقدراتها. لكن هنا أحب أن أنوه على شيء مهم جدا، أنه الخطة العملياتية أو الخطة الأمنية الخاصة بتأمين أجواء آمنة إلى زوارنا تستدعي أيضا نقطتين. نقطة هو تكثيف الجهد الاستخباري والأمني، والبقاء على قوات أمنية محترفة تقوم بواجبها بمتابعة وملاحقة والتدخل وفض أي حالة ممكن لا سامح الله أن تؤدي نتائجها سلبية باتجاه الزائرين. هذا يتطلب القيام بعمليات استباقية نوعية تمكننا من خلال الجهد الاستخباري والفني والخبرة اللي وصلت إلها قطاعاتنا الأمنية أن نصل إلى مستويات عالية جدا في تقييم الأداء. هذا المستوى ترجمناه إلى عمليات وترجمناه إلى نتائج نقدمها إلى شعبنا. هذه النتائج تتركز في القيام بعمليات نوعية استباقية مهمة، نتائجها تكون إما تدمير مضافات وقتل أعداد من الإرهابيين أو إلقاء القبض والاستيلاء على إمكانيات وقدرات العدو الإرهابي أو إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية اللي العدو سنوات يقوم بها. إذا تسمح لي أقاطعك يا سيادة اللواء، السنوات السابقة، الزيارات السابقة، كان الوضع الأمني ب بعض الخروقات، تعرض الزائرين أو زائرون ويعني ماشيين على طريق الإمام الحسين بعض الهجمات. هاي سابقاً. سابقاً كانت يعني بالسنوات الأخيرة عندكم عمليات استباقية. متى بدأت العملية الاستباقية هذه السنة وشنو كان تفاصيلها؟ كان أكو محاولات الاستهداف فعلاً؟ طبعاً العدو دائماً يخطط للنيل من زائرين، العدو دائماً يخطط للنيل من زياراتنا الدينية ومناسباتنا الوطنية وحتى مناسباتنا الأخرى. نعم. الأعياد. لذلك إحنا عملية كيف نتوقع أو كيف نعلم بأنه العدو ممكن أن يقوم بذلك؟ هذا يأتي من خلال إلقاء القبض ومن خلال الضربات الجوية، ونذهب بعد ذلك إلى مكان الحادث ونرى المعلومات ونرى التحليل ونرى ما نجمع من أدلة وإمكانيات وقدرات، بالإضافة إلى ما تمتلك الوكالات الأمنية والاستخبارية من معلومات اتجاه العدو. هذا التقييم وهذا التحليل يدخل في عملية كيفية حماية زائرنا. لذلك إحنا بقدراتنا وبرفع إمكانياتنا تمكننا من إحباط العديد من هذه العمليات. هذه السنة مثل ما نوه رئيس اللجنة الأمنية العليا معالي وزير الداخلية المحترم، نعم، بأنه هذه السنة سنة تختلف عن السنوات السابقة. يقصد نعم. بها أولاً عدد الزائرين راح يكون كبير جداً، الخطة تحتاج إلى الحقيقة قدرات عالية جداً، قواتنا الأمنية، الاجتماعات المتكررة والمستمرة، السيد معالي وزير الداخلية مع نائب قائد العمليات المشتركة اجتمعوا في قيادة عمليات بغداد قبل يومين، بعد ذلك ذهبوا إلى مدينة كربلاء اليوم وكان هناك اجتماع موسع من ومع محافظ كربلاء وأيضا نائب قائد العمليات المشتركة وكل القادة الأمنيين. تم تحليل الخطط، تم عرض الخطط، تم عرض التحديات، تم عرض كثير من الأمور اللي ممكن أن تدخل. أريد أسألك عن تفاصيل ومدى استعدادكم لهذه الأعداد الكبيرة والخطة المختلفة عن بقية السنوات. لكن دعنا نرحب أيضا بنائب محافظ واسطة السيد رشيد البديري ينضمنا عبر سكايب. أهلا بكم سيد رشيد، ونسأل الله أن يعظم لكم الأجر إن شاء الله. وأود أن أسألكم عن واجباتكم في الحكومة المحلية بمحافظة واسطة، خصوصا يقع على عاتقكم كمحافظة عندكم منفذ الاستقبال عدد كبير من الزائرين الأجانب. السلام عليكم، تحية لك والكرام ولضيفك الكريم. حياك الله. بالتأكيد زيارة محافظة محافظة واسطة العام الماضي للأسف الاتصال غير مؤمن بشكل جيد مع السيد رشيد، نعتذر منك، إن شاء الله من الكنترول يحسن الاتصال ونعود معك بعد قليل. أرجع لك مرة أخرى سيادة اللواء،
كنت تتحدث عن أعداد كبيرة وخطة مختلفة كما أعلن معالي وزير الداخلية، لكن بالمقابل ما مدى جهوزيتكم كقوات أمنية وأجهزة أمنية؟ يمكن مختل أنتم الأمن الوطني والداخلية والدفاع والحشد الشعبي كلكم مشاركين في هذه الخطة، لكن ما مدى الجهوزية، ما مدى الاستعداد، أعدادكم، آلياتكم وغيرها؟ أستاذ بشار، زيارة الأربعين لها خصوصية نعم للعراق، وخصوصية أيضا لكل الحقيقة أبناء الشعب العراقي. لذلك إحنا استعداداتنا يجب أن تكون مبنية على كثير من الإمكانيات والقدرات اللي تأمن قدسية هذه الزيارة. القوات الأمنية منذ عام 2014 وإلى حد الآن اختلفت اختلاف جذري في عملية التعامل مع التحديات، مع الإرهاب في المناسبات الدينية والوطنية، وكذلك في مثل هذه المناسبات اللي هي تعتبر مناسبة مهمة بالنسبة للعراق، رفع اسم العراق عاليا. احنا عندما نتحدث تقريبا عن 5 ملايين زائر احتمال ممكن ان يدخل الى العراق وهم اجانب، وهؤلاء من مختلف الجنسيات. نتحدث عن الشعب العراقي، وانت تعلم بانه عدد الزائرين سنويا يرتفع، يعني العام وصل الى 23 مليون، احتمال هالسنة اكثر، بالإضافة إلى هذه الزوار. مدينة تحتاج إلى أولا مرونة في الطرق، مرونة في التعامل، تقديم خدمات. قضية الطرق، أكو معاناة أيضا في داخل المدن على الطرق الخارجية، قطوعات كثيرة تصير، ليش يخصص طرق مثلا للمسير وتنفتح طرق أخرى إذا يصير زخم بأيام معينة، أيام الذروة؟ شلو راح تتعاملون بهاي الخطة؟ هذه الحقيقة مشكورة أمانة بغداد، وأيضا محافظة بغداد، محافظة كربلاء، بعض المحافظات الأخرى بدأت تتأهل هذه الطرق، وهناك طريق الزائرين اللي موجود واللي إن شاء الله راح يفتتح. نعم. أيضا إلى خصوصيته، حاولنا هذا العام قيادة عمليات بغداد وكذلك محافظة كربلاء وبعض المحافظات مثل البابل وغيرها، حاولنا أن نأمن طرق أوسع وأكبر، لأننا نتوقع عدد كبير من الزائرين، مع عدم يعني استخدام أو قطع أي طريق، لكون نحن نتوقع بأنه عملية الدخول والخروج إلى كربلاء تحتاج إلى مرونة، تحتاج إلى نقل، تحتاج إلى خدمات، تحتاج إلى حالات ضرورية مثل حالات الإسعاف، مثل حالات كبار السن، كيف نتعامل معها، الدفاع المدني وعملية تدخله في الحالات اللي نعتقد بأنه ممكن أن يكون إنقاذ إلها، قواتنا الأمنية وإرشاداتها وإمكانياتها اللي راح تقدمها للمواطنين. هناك أيضا جهد استخباري بالزي المدني، هذا مهم جدا. بالفترة الأخيرة كقوات أمنية يمكن جهودكم تميز بالاعتماد على الجانب الاستخباري بشكل كبير. نعم. فعلا راح يعني نشوف أو نشوف جهد استخباري، عناصر مدنيين ممكن ما نشوفهم ما ندري بهم موجودين، مثلا التعامل مع الإشاعات المغرضة اللي تصير أو محاولات بعض الأطراف المتطرفة إشاعة ثقافة معينة أو إشاعة معينة أو استثمار واستغلال الزيارة. بشار، أحسنت، هذا الموضوع يعني مهم جدا بالنسبة لنا. أخذناه في عين الاعتبار، أخذنا التهديدات اللي ممكن أن تمارس من قبل بعض ضعاف النفوس. أيضا لدينا جهد استخباري مميز، هذا الجهد اشترك به كل الوكالات الأمنية والاستخبارية. هناك 3 محاور، محور للحشد الشعبي، محور إلى وزارة الداخلية، محور إلى الجيش العراقي، بالإضافة إلى الجهد اللي هو الجهد الاستخباري والأمني المهم. عناصر بالزي المدني، عناصر مهمة جدا، عناصر ما راح يتوقع أنه أي واحد أن يلاحظهم، ظهورهم راح يكون بسرعة وبرد فعل سريع. هناك عمل كبير وعمل احترافي في هذا المجال. هناك أيضا طرق تؤمن من خلال المراكز الحدودية، لدينا دخول من المراكز الحدودية، ديالة، واسط، البصرة، غيرها من المنافذ الجوية، أيضا المطارات، هذه كلها تحتاج إلى جهد استخباري، تحتاج إلى جهد فني، تحتاج إلى تحليل وتأمين. ولذلك إن شاء الله نحن أعدينا العدة ومستعدين لاستقبال ملايين الزائرين، وإن شاء الله سوف نتمكن بعون الله من أن تتم هذه الزيارة إن شاء الله. كل أمن وأمان. أعتقد عادنا وأمنا الاتصال مع السيد رشيد. أهلا بك مرة أخرى، نعتذر عن الخلل بالاتصال والصوت، وأعود إلى ذات السؤال، يعني واجباتكم كحكومة محلية في واسطة، ما هي استعداداتكم لاستقبال أعداد كبيرة من الزائرين الأجانب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام، تحية لك ولجمهورك الكريم ولضيفك الكريم أيضا. إذا كان الصوت واضح. واضح طبعا واضح. محافظ واضح، تفضل سيد رشيد. محافظة واسط قد أبكرت بالاستعدادات لزيارة الأربعين، وهي لديها خبرة لمدة أكثر من 10 سنوات، فبالتأكيد إحنا إذا أقول أن هناك استعدادات من العام الماضي ما أكون قد بالغت، باعتبار أن عندنا منفذ، هذا المنفذ حيوي ومهم. بالتأكيد راح يدخل أكثر من 1/3 الزوار الإيرانيين من هذا المنفذ، وأيضا الخروج راح يكون أكبر من هذا المنفذ، باعتبار أنه خاصرة قريبة من إيران إلى باتجاه الكربلاء والنجف. محافظة واسط اليوم لديها استعدادات كبيرة، عقدت عدة اجتماعات سواء على المستوى المحلي برئاسة السيد المحافظ، وأيضا باعتبار أنا عضو باللجنة المركزية، اليوم حضرنا اجتماع مهم جدا برئاسة معالي وزير الداخلية وكل القادة الأمنيين والمسؤولين التنفيذيين حتى يطبقون الخطط المعدة لهذا الغرض. واسط أعدت خطة خدمية وأمنية كبيرة، اليوم منفذ الرباطية بعمل كبير جدا سواء في مجال الكابينات الإلكترونية اللي هي تستقبل الزائر حتى يكون هناك تفويج سلس وسهل باتجاه العراق، وأيضا الخدمات المقدمة كما تعلمون الجو الأجواء حارة سبحان الله، لكن نحتاج إلى أنه نقدم خدمات، وخصوصا في مجال يعني توفير المياه الشرب والمياه الصحية، بالإضافة إلى ملف الطرق. احنا عندنا اليوم طريق أصبح جاهز اللي هو طريق 85 كيلومتر من زرباطية باتجاه الكوت، هذا كان سايد واحد، اليوم هو منجز سايدين. وأيضا كان عندنا مشكلة يعني بجسر النعمانية بصيانة، أيضا حلت المشكلة وسوينا جسر مؤقت لحين انتهاء الزيارة. طيب. كل الاستعدادات دوارنا الخدمية جاهزة، الصحية طيب. أيضا موزعة كل مفارزنا الصحية على طول الطريق من زرباطية إلى حدودنا مع بابل وبغداد. بالنسبة لمنفذ زرباطية سيد رشيد، منفذ مهم جدا باستقبال عدد كبير ومهول من الزائرين الأجانب، المنفذ بحاجة إلى عمل كثير، بحاجة إلى تطوير وإعادة تأهيل لبناء منشآته وبناء التحتية، ليش ما يكون تعاون ما بينكم كحكومة محلية مع وزارة الداخلية لتطوير هذا المنفذ؟ الحكومة المحلية اليوم صرفت أكثر من 6 مليار على المنفذ القديم حتى تأهل هذا المنفذ حتى نستقبل الزائر الكريم من الجمهورية الإسلامية. مع الأسف لدينا مشروع اللي هو المنفذ الجديد تقريبا أكثر من 80% بعمل وإنجاز، لكن مع الأسف باعتبار هو مشروع وزاري، المحافظة حاولت عدة مرات أن يتحول المشروع إلى المحافظة حتى يتم استكماله، لكن لم تنجح في هذا الأمر. اليوم أنا تحدثت مع السيد وزير الداخلية وقال هذا الموضوع إن شاء الله يحل، باعتبار هذا منفذ مهم جدا وحيوي وطريق دولي باتجاه الجمهورية الإسلامية، وأيضا هو يعتبر واجهة مهمة للعراق، وتعرف هذا اليوم هذا المنفذ أصبح كل الناس اللي لا يخرجون عن طريق الطيران يأتون من منفذ زرباطية من بغداد وكل المحافظات الوسطى وحتى القريبة أو المناطق القريبة من المحافظات الجنوبية، باعتبار هذا المنفذ هو سهل وأيضا طيب. طريق آمن، ذلك الجانب الإيراني دائما يستخدم هذا الطريق لنقل الزوار أو حتى البضائع من خلاله. أعود لك سيادة اللواء، المنافذ اللي راح تستقبل زائرين أجانب مدى جهوزيتها حاليا لاستقبال الأعداد يفترض أن تكون كبيرة جدا؟ يعني تعلم أستاذ بشار والكل يعلم بأنه العراق خصوصا بمناسبة زيارة الإمام الحسين عليه السلام فتح الفيزا، والفيزا راح تكون مجانا للزائرين، وهذا معناه أنه نتوقع أن تكون أعداد كبيرة من الزوار الأجانب. طبعا هذا يتطلب من عندنا إمكانيات وقدرات عالية في المنافذ الحدودية. ذكر السيد ضيفك الكريم العزيز، محافظة واسط بالمناسبة هي من المحافظات المميزة في عملية استقبال الزائرين، و
على مدى سنين هي كانت مميزة الحقيقة، وكانت إمكانياتها وقدراتها عالية جدا في تسهيل كثير من الزائرين، وخصوصا الأعداد اللي تأتي عن طريق الجمهورية الإسلامية. نتوقع بأن هذه السنة بازدياد أعداد الزائرين، وخصوصا في المنافذ الجوية أيضا، نتوقع يعني مطار النجف، مطار بغداد، مطار البصرة، الآن بدأت الزائرين بالمسير حتى من دول الخليج. هذا معناه طيب، لكن المنافذ تم رفضها زيادة أعداد الضباط الموجودين بها المنتسبين كمطارات ومنافذ؟ قبل حوالي 10 أيام كانت هناك زيارة مهمة لمعالي وزير الداخلية، وهذه الزيارة تركزت في إشرافه على كل المنافذ. بدأ في منفذ المنذرية في محافظة ديالة، ومن ثم ذهب إلى منافذ أخرى اللي هي في الشلامشة وغيرها، وكان أيضا برفقة معالي وزير داخلية الجمهورية الإسلامية. وتم الحقيقة الإشراف وتدقيق وكذلك مشاهدة كل الأجهزة وكذلك الضباط اللي موجودين في المنافذ، وتم الإعداد العدة لهذه الزيارة. أنا سبق وأن ذكرت لك بأنه استعدينا لهذه الزيارة أمنيا، واستعدينا أيضا لها خدميا، لذلك هذه الزيارة مهمة لرفع بالزيارة. القوات الأمنية دائما يعني تطلع بأدوار أمنية وخدمية في ذات الوقت. الله يبارك بكم. دعني أنتقل إليك سيد رشيد بسؤال أخير وجواب مقتضب إذا سمحت، وتتحدث لنا عن مدى التنسيق ما بينكم كحكومة محلية وأصحاب المواكب لتقديم الخدمات لزائري الإمام الحسين من العراقيين والأجانب. بالتأكيد يعني هو الدور الكبير يقع على عاتق المواكب الحسينية. اليوم المواكب الحسينية هي من تقدم الطعام والشراب والخدمة الأخرى، إن الحكومات المحلية وأيضا الحكومة المركزية هي تقوم بأدوار إدارة هذا الملف، مساعدة المواكب، إضافة جهد آخر لتوفير الطرق المناسبة، توفير الكهرباء، أيضا إيصال الماء. نحن في المحافظة عندنا أيضا مددنا شبكات طويلة باتجاه من النعمانية إلى الشوملي، هذا كله مياه جاهزة وعن طريق الأنابيب، بالإضافة إلى الحوضيات. فدور المواكب دور كبير جدا، ولربما يقع العمل الأكبر على المواكب. تعقيبا على الأخ اللواء تحسين، كانت زيارة معالي وزير الداخلية مرتين، أجل منفذ رباطية عقد اجتماعات مهمة، ونحن كمحافظة هيئنا كل الظروف المناسبة لإخواننا اللي هم بالجوازات، ويعني الضباط اللي يشتغلون بالمخابرات وكل الأجهزة الأخرى، قاعات مبردة، وأيضا كل الظروف التي تساعد على إنجاز أعمال مهامهم بشكل ممتاز. الله يبارك بكم، نسأل الله أن يعظم لكم الأجر إن شاء الله. سيد رشيد البديري نائب محافظ واسط، شكرا لك ولانضمامك لنا عبر سكايب، وشكرا جزيلا لكم المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة سيادة اللواء طيار تحسين خفاجي، كنت ضيفا كريما. نسأل الله أن يعظم لكم الأجر إن شاء الله أنت وكل الأبطال في القوات الأمنية. وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.